تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحترام السادة الأفاتارات. أهلا وسهلا ومرحب بكم كل الناس اللي هم حضور عبر البث المباشر. أهلا وسهلا ومرحب بكم الآن، ونحن الآن بنخاطب من داخل ساحة الاعتصام، من داخل ساحة الاعتصام. لايك شير يا شباب، لايك شير للفيديو، ضروري جدا الآن الناس تشير معنا الفيديو الآن، لايك شير. نحن بنخاطب الآن من داخل القيادة العامة، وقبل شوية يمكن رزقنا يمكن وابتلينا بمصيبة اللي هي البيان بتاع المجلس العسكري. وقبل قليل، السلام عليكم، كويس، وقبل قليل إغلاق مكتب قناة الجزيرة في السودان، بعد أن تأكد هذا الخبر قبل قليل من مراسل قناة الجزيرة الأستاذ أحمد الرهيد. أكد قبل قليل بأن السلطات أو سلطات المجلس العسكري قامت بإبلاغ قناة الجزيرة بإغلاق المكتب والتحفظ على الأجهزة، تحفظ على الأجهزة الموجودة داخل مكتب قناة الجزيرة. هذه الأمور كلها كانت إشارة واضحة إلى أن هنالك نية مبيتة من قبل المجلس العسكري. هذه الأمور أشارت بشكل واضح بأن هنالك نية مبيتة من المجلس العسكري تجاه الاعتصام. والحديث الذي ذكر قبل قليل في المؤتمر الصحفي كان الغالبية فيه، غالبية الكلام كان كذب، كان فيه عدم شفافية، كان فيه تكذيب وتخوين لناس صادقين مرقوا الشارع، خلاص، لناس ما بعرفوا ذاته غير الوطن، ناس مرقوا عشان الوطن. تجي في مؤتمر صحفي انت كمجلس عسكري بدل تكون امين وتكون صادق وتدي الحقيقة والشفافية تقوم تلتفى، خلاص، تقوم نعم كبير جاي من الان كويس اوكي. الان المجلس العسكري بشكل واضح بيشير في البيان بتاعه وقبلها بتصريح بانه بقول الثورة تجاوزت السلمية بتاعتها، ده كلام بتاع فض اعتصام، ده كلام بتاع محاولة عشان يهاجم الناس ويلقى له مبرر من الآن. وأنا دائما قاعد أذكر بنقطة، إنه فرعون لما قال زروني أقتل موسى هو ما كان غالبه إنه يقتل سيدنا موسى، لكن كان داري هيئ الرأي العام، داري هيئ الناس للحظة دي عشان لما نيجي يقتله ما يلقى معارضة وانتقاد. المجلس العسكري تكلم عن إنه الثورة خرجت عن سلميتها. المشكلة الناس اللي بيتكلموا كده في المجلس العسكري تقول كان عندهم موقف مشرف، موقف مشرف مع الثورة، تقول يوم من الأيام وقفوا ضد القتل. أنا بتكلم عن اللي يتكلموا هسه الآن في المؤتمر الصحفي قبل شوية اللي كلنا يمكن شاهدناه. بعد ذلك من ضمن الحديث، نحن يمكن حننتظر الموكب هنا، من ضمن الكلام كويس جدا قدام، من ضمن الكلام اللي ذكر انه يا اخي الثوار بيرتكبوا فعائل، وجابوا قال ادله زي ما شفتوها قبل شويه في المؤتمر الصحفي، ما عارف جايبين، قال اعتدوا على نظامي وهناك ما عارف ازو شنو وكده، وجابوا الفيديو قبل شويه في المؤتمر الصحفي، الفيديو بتاع التاتشر، قالوا يا هم دي المخربين. طيب نحن نقول انه الحصل للتاتشر ولا غيره فيه نوع من التفلت، لكن يتكلموا لنا عن المراه الحامله اللي اتقتلت امبارح في نهار رمضان وطفلها جواه، ليه المجلس العسكري ما تكلم عن دماء المواطن ولا تكلم عن الدماء اللي أزهقت ولا سالت؟ لانه اللي بيتكلم هسي قبل شويه في المؤتمر الصحفي عمره ما وقف موقف مشرف مع الثوار، ولا حركته النخوه ولا الشهامه ولا الرجوله ولا الشجاعه بانه يقيف موقف زي حامد وزي محمد راشد وزي ناس عمر الفاروق، ديل الناس اللي كانوا افاتارات، وزي ناس محمد صديق، ديل كانوا ناس لهم موقف كتب في التاريخ، لكن زي ده جاي يتلصق الان.
زي ده جاي داري يظهر على اكتاف الشعب السوداني، زي ده داري يسرق المجد، والمجد ما بيسرق لك، لانه المجد بيصنع صناعه، انت ما صنعت مجد، يبقى جاي تسرق الان من الثوار، الكلام ده تهيئه عشان يجي يهاجم الثوار، عشان لما يجي يهاجمهم بعرباته يلقى له مبرر جاهز، يقول والله يا اخي في حاله تفلت، الكلام اللي ذكر قبل شويه في المؤتمر الصحفي هو نيه مبيته واضحه عشان انه يهاجموا الناس وعشان يضربوا، اللي بياكد الكلام ده كويس، اللي بياكد الكلام ده اغلاق مكتب قناه الجزيره بشكل رسمي قبل شويه وابلاغهم بانه نحن خلاص بعد ده توقفوا وتحفظنا قال على الاجهزه بتاعت قناه الجزيره، يا ربي ده نفس التحفظ على راس النظام السابق وفي مكان امن، يا ربي نفسها ولا واحده ثانيه، الان ده الحاصل قدامنا، منع القنوات من انها تجي تغطي وابلاغ السفارات كلها والبعثات الدبلوماسيه بانه ما يجوا السودان ما يجوا مكان الاعتصام، ديني يتزول ببيت لحاجة أو بيرتب لحاجة، إذا المجلس العسكري زعلان للتاتشر نحن أغلبيتنا وكلنا ما موافقين على تفلت، لكن التاتشر ما أغلى من روح الإنسان بأي حال من الأحوال، ولا كانت أغلى من دماء الشهداء اللي سكبت هنا كويس في الاعتصام، كويس؟ نهاية ما كانت زيها ولا قريبة لها، خلاص؟ الناس في الاعتصام كويس في الاعتصام ورافضة كل الأنواع اللي الآن اللي هي حاصلة كويس كويس يرفضوا الآن كل أنواع اللعب على الدقون أنواع اللعب على الدقون كويس الآن الكلام اللي بيوجه ده بيقلل بعض الناس يمكن ذكرونا يمكن هو حتى بعد ذاك المؤتمر قطع ما تمينا آخر جزء فيه واحد من الناس قبل شوية بيقول لي يا أحمد السواق اللي استضافوه ناس المجلس أسي على الهواء مباشرة قال يا جماعة اللي اعتيده ده ما من السوار طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة خلاص يعني بعد جبت السواق وقلت له قول كده ولقنته بعد ده كله قال دي ما السوار زي ما قلت كويس دي مسألة صعبة جدا الناس في الاعتصام ثابتة زي ما ثبتت يوم 7 أبريل وزي ما ثبتت 8 أبريل وزي ما ثبتت التاريخ الكبير كويس بتاع 8 رمضان وزي ما هي تعودت على وقع الرصاص الناس قاعدة لأنه الناس جاتنا عندها أهداف ما ناس طاشة فهمت ولا ناس أغبية فهمت لو الليلة الحرية والتغيير قالت لهم أمشوا بيوتكم إذا ما اقتنعوا ما حيمشوا خلاص إذا ما اقتنعوا عشان ما المجلس ما يفتكر دي المحركين لهم تحريك لا هم عندهم عقول بيفكروا بها كويس النقطة دي الآن يا جماعة الناس اللي بتشاهدوا برا توقعوا خلاص في أي لحظة من اللحظات توقعوا إنه الناس اللي حاولوا يعتدوا أو يتحرشوا بالمعتصمين بحجة إنه يا أخي الكلام ده بعدين كويس ها كويس هم حاليا انت اذا بتلاحظ انه بتلقى يعني الدعم السريع كله انتشر حول الخرطوم وانتشر في الكباري بقى مؤمن المنطقه كلها يعني بقى ماسك بتلقى انه في تاتشرين في الكوبري بتلقى انه في يعني مانعين الحاجه دي وبعدين بقى في تفتيش ما زال التفتيش هم خايفين من السلاح ما السلاح شايلينه ما بيكتروا بيها وزاد هم السلاح شايلين انه في عربات بيجيبوا بتجي التجر صباح العربيه بتجي تلقاها واقفه التاجر بتجي انه يعني حاجه مزرعه غريبه كونه انه بيجي طوال بيقول لك شنو اقف جنبه عشان شنو يفتشك تفتشني ليش شنو انت اصلا انت زول شغال خلا يعني تجي تفتشني انا المواطن الحر قاعد هنا فتشني انت الليله جيت يا دابك من الخلا وين الجيش من المزاله دي الجيش بالمناسبه انتهى انا شايفه انتهى جيش انتهى إذا كان هم بيرسلوهم عشان يمشوا يحاربوا لمناطق ما حقتنا اللي هي في اليمن وما عارف التحالف تحالف شنو؟ احنا عندنا هنا حلايب، حلايب دي من ايه ما نقاتل فيها؟ ما نرجعها؟ ما تجيب حلايب عندنا شلاتين ما كله حقنا نحن كله ما حقنا وين الناس من الحته دي؟ وين؟ الجيش وين؟ ما واعي للمزالة دي؟ وين الجيش؟ عشان يجينا الليلة نحن حميتي خاشي في القيادة الكلام ده قبل شوية في المؤتمر الصحفي ضباط جيش للأسف ما في جيش انتهى اللي ذكروا الان قالوا الثوار هم اللي فككوا وخربوا ديل ضباط جيش لا اليوم الغادر هم حاليا هم زعلانين عشان التاتشر اللي قبضوا الثوار حاليا هم زعلانين اذا كانت زعلت عشان تاتشر واحد تاتشر واحد لاحظ انه هو تاتشر واحد فكم من احنا هنا يعني انتوا اي ده كلهم المتاريس دي ما قاعده ساي هسه حاليا المتاريس المشيده دي ما قاعده ساي المتاريس دي ماتوا فيها ناس يعني ما يعني انا ما اذكر الاسماء كلها لكن يعني شوف ماتوا ناس وعندنا اطباء يعني الواحد يدق على الباب عادي انت مالك يا اخي قال له انا عندي ثوار جوا انا عندي ناس بعالج فيهم يقوم طوال يضربوه
يعني الطبيب ابو بكر يعني بيضربوا هو ذول بعارك ناس ذنبه شنو؟ في ناس يعني والله يعني بجد الناس السوار هو حاليا الناس اللي قاعده في القياده دي لو ما حست في ضميرها انه الناس اللي ماتوا ديل من اجل الوطن يبقى ما في فايده للناس اللي قاعده هنا. نحن كلنا قاعدين هنا من اجل السودان يرجع حكم مدني، ولو ذات المدني ده لو نحن ما اقتنعنا به حكم ماشي لمصلحتنا نحن من هنا ما ماشيين. تاني زي ما سقطنا البشير وزي ما سقطنا من عوف في ساعه وزي ما اسي جاينا حميدتي، نحن بنخاف من حميدتي ولا حميرتي. كل حميدتي ده حاجه جاينا من الخلا جاي يستغلنا نحن. ما لا ما محتمي هو لا حميدتي ده المشكله الان انه يا اخي محاوله تقوين السوار ومحاوله لا. انا حاليا انا بتوقع حاجه بتحصل من الدعم السريع. الكلام الطلع ده طلع من قاده الجيش الان. انا حاليا دقيقه نحن نرجع الامور لمسارها. لو طلع من الدعم السريع نرد على الدعم السريع. الكلام ده طلع الان من قاده الجيش اللي هم ايوه يكون مباشر لناس الجيش. ليه؟ لانه يا اخي السوار ديل جوم في القياده هنا لانه الجيش حق الوطن. صح هاي. لما يخطوا يدهم الان بكلام خارجي ولا اي كلام فارغ زي ده يبقى المواطن ما عنده قيمه. اذا اصلا المواطن بقى ما عنده قيمه هسه. صح ايوه مسرح 8 رمضان جانا جابوا لنا صور فيلم يصدقها. جابوا لنا صور اطفال هم صغار والله. جابوا الابرياء. ايوه الفرصه تفضل. ايوه جابوا الابرياء في 8 رمضان قالوا ديل هم اللي ارتكبوا الجريمه كويس وفي النهايه طلعوا شهود ما اكثر من كده. طلعوا شهود في النهايه. ان احنا ما بنتغشى بمسرحيات ساذجه. ده كلام كان زمان بالضبط كده. الشعب ده داير يحرر السودان يا جماعه. الشعب ده حسي قاعد هنا وصابيها هنا ما عشان يسقط البشير ولا عشان المجلس العسكري، عشان السودان ده يتحرر تحرير فكري وتحرير في كل مؤسسه من مؤسساته. عشان كلكم المهندس يمشي يبقى مهندس، الميكانيكي الليله حسي بفكفكوا في التاتشر ده بفكفكوا فوق غضب. ما عشان هم مخربين، ناس فنيين وناس ما شاء الله عليهم يمشي عين لهم. خطوه ازبيرات خليه يشيلوه ناس الجيش يستخدموه في التاتشرات الثانيه، ما دايرين يشيلوه في جيبهم. الناس اللي قاعدين هنا عشان يبنوا بلد ويحرروا بلد من الحراميه. الحراميه سرقوا البلد دي 30 سنه، البركوها وشحتوها وخلوها تبقى مزله. لا عندك كرامه، لا جوازك محترم، لا عملتك مغيمه. عشان كده ده اسمه حسي دي قوى الحريه والتحرير، المفروض تغير اسمها. وشكرا. تحرير مش تغيير. انا بشوف من شكرا يا احمد. طيب انا حاتكلم عن نقطه ثانيه تفاصيل انه يا اخي الاعتصام قاعد يتعرض لعمليه بتاعت محاولات قاعدة تحصل. اذا كان بصوره مقصوده او غير صوره مقصوده احنا نتحول لك لنقطه ثانيه كل السوار المفروض يفهموها. نحن قاعدين داخل حدود اعتصامنا الشرعيه ونتكلم عنها بحدودنا نحن، وقاعدين نعرف انه قاعد يمثل الثوره ومن ما قاعد يمثل الثوره. دي النقطه اللي نحن كلنا المفروض نفهمها. نقطه الثوره ذاتها نحن التفافنا حول الثوره قاعد يكون عباره عن مطالب. هتافنا ذاته داخل الميدان قاعد يكون هتاف مطلبي واسس على اساس انه هتاف سلمي. الهتاف السلمي اللي قاعد يعنينا نحن دي الرساله المفروض نوصلها نحن لكل الثوار داخل الميدان. الهتاف السلمي ومطالبنا في الهتاف دي ضروره نحن في مرحلتنا الحاليه. قاعدين نعرف تماما كلنا كشباب داخل الدولة السودانية عارفين تماما ما يحاك اتجاه السودان من قوى الاغليم او من القوى من 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 دول ثانية. عارفين انه السودان ده يصل لوين. المارد السوداني طالما انه نحن نتحرر من الدولة السودانية تطلع عارفين انه ما حيتم في تهجير ولا فقر ولا غربة ولا حيكون في عمالة على مستوى الدول دارت ترجعنا نحن لورا. مثال السعودية والامارات الدول الخارجية دي. السوداني قاعد يمشي يشتغل في السعودية هناك في الشغل الهامشية. دارين يحافظوا على العمال والانسان السوداني يكون موجود. يعني الانسان السوداني يكون موجود على 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 الدول الاقليميه الثانيه ديك وبارخص الاثمان. نحن مش نشتغل على مستوى السعوديه برواتب ما عندنا فينا حاجه. في حين انه الدوله السودانيه بتاعتنا ذاتنا اللي احنا قاعدين فيها دي اذا تحررنا وتواسينا مع بعض وبقينا كلنا شعبي واحد وعرفنا يعني احنا مورا الموارد حقتنا وتجمع المهنيين السودانيين الموجودين نحن كلنا كشباب حريصين على مصلحه الوطن قادرين نقدم تضحيات للدوله السودانيه ونمارس رسالة بوجهها لنا كلكم مستعدين تموتوا في السبيل السلمي داخل حدود اعتصامنا. وكلنا قاعدين نقول قدام المفتاح تلقانا عشان الشعب السوداني حنكون قاعدين نحن هنا في القياده. الكلام اللي قاعد يجي يرجف تماسك السوار وقاعد يكون قاعد يتكلم عشان يفرتك التماسك بتاعنا ده كلام مرفوض وكلنا واعيين له وكلنا عارفين الجهات قاعد تعرض له منه. قاعدين على مستوى القياده العامه للجيش وحنكون حريصين تماما على مستوى سلميتنا في الشارع هنا. السلميه
القى ان تعرفين احنا من 4 شهور في مواكب تعرضنا لكل الهجوم، تعرضنا للاحتلالات، تعرضنا للبيوت، تعرضنا لتفاصيل كثيره. اذا احنا مارسنا العنف حيكون في عنف مضاد. انا المواطن السوداني ضربت مثل للسلميه الكافيه تدرس على مستوى العالم، تدرس على مستوى العالم. اي خطاب قاعد يكون استفزازي، واي خطاب قاعد يتكلم عن انه يا اخي احنا ممكن نمارس العضلات بتاعتنا ونفرزها على مستوى القياده هنا، ده الناس المفروض تركز فيه جاي من وين. لانه نحن لما طلعنا الشارع طلعنا عرايا وحفايا وفاتحين صدورنا للرصاص على مستوى الشوارع. الناس تكون مركزه في الخطابات دي. لما طلعنا قادرين نموت احنا اجل الشعب السوداني، دي قضيتنا. الليله نحن فقدنا ناس ماتوا في 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 الاعتصام ده هنا، وكانوا بس على مستوى الاعتصام والرحمه والمغفره لشهدائنا اللي توفوا معانا نحن في الاعتصام الليله دي بمرض، بس بمرض مفعل على المستوى وكان عيان. النقطه اللي ممكن نحن نتكلم عنها كسوار، ضروره المرحله الضروريه بتاعت المرحله. جدا كل المواكب نحن حس جايين من ساحه الاعتصام هناك، كميه المواكب الدخلت ساحه الاعتصام حسي كان عباره عن شنو؟ عباره عن انه الشعب السوداني عنده قضيته وقادر يواجه الرصاص، وضربوا الرصاص وين؟ في لجان المقاومه جايه من درمان السجانه، اتعرضوا لرصاص لكن كانت طالعه وتهتف سلميه ودخلت ساحه الاعتصام في اكبر تجليات الشارع السوداني. النقطه الحقيقيه المفروض كل الناس تفهمها وتعرفها انه يا اخي الشعب السوداني ما شعب يخاف، ولا الشعب السوداني الضعيف اللي احنا ممكن يا اخي يستفزونا عشان نمشي نمارس القوه العنفيه بتاعتنا. نحن قاعدين على مستوى الاعتصام ده بكل سلميه، وكل الشعب السوداني قاعد يمثلنا. اصغر زول قاعد يكون واعي تماما بقضيتنا وظاهر في اعتصاماتنا انه قاعد يمثل منه. سلام وعداله. كويس كلمه مهمه. لا دقيقه اسمك كلمه مهمه جدا. اي دقيقه بس في ناس برضه هنا عندهم فرصه. خلي الموقف ده يجي داخل طيب يا جماعه. يا اخي اذا احنا الان في ترقب الموكب القادم، موكب بحري كما نتابع الان وصول موكب ضخم لبحري. الله يا اخي فعلا رغم انه كبرنا لكن كده على الله. ثبت دقيقة بس، ثبت التلفون. إذن الآن نحن في انتظار موكب بحري، موكب حاشد جدا الآن يصل إلى القيادة العامة في 1:10 الآن بتوقيت السودان. يصل هذا الموكب الآن، كلنا نعاين يا جماعة ونركز، واللافتات الكبيرة الآن والأعلام الضخمة والإرادة والعزيمة التي تخرج من رؤيتهم الآن، من تشوفهم تستخرج الحاجة دي. إذن الآن بدأ الموكب الآن في الوصول، الآن بدأ التدافع بشكل كبير. أنا ما عندي معلومة مؤكدة عن إطلاق النار قرب مستشفى الشعب على موكب الديامة، لكن لو تأكد لي حاذكرها طوالي. طيب الآن هذا هو الموكب يصل، الآن موكب بحري يصل. شير للفيديو يا جماعة، خلوا الناس تشوف الآن الشعب بيهاجم قدر شنو الآن سلميا. شوف الشعب الآن يوم وصلوا أفتارات بحري، وصلوا قبيل الحاج يوسف، موكب كبير جدا الآن موكب بحري. هذا الموكب الضخم الآن يصل إلى القيادة العامة عابرا نقاط التفتيش داخل الاعتصام. طيب الآن دي اللافتة يا جماعة، ده وصول الموكب. إذن الآن السلام عليكم أحمد. إذن الآن في هذه اللحظة يتواصل الموكب بالتدفق. عين الموكب يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، ده الموكب الآن يا جماعة، ده نص الموكب هسع، ده النص الفات، ده الموكب العرمرم اللي وصل الآن.
يحدث الآن. شباب لايك شير، لايك شير للفيديو. على يدك اليمين الشير أسفل الشاشة، أسفل الشاشة، وعلى يدك اليسار اللايك. يا ريت الناس تساعدنا الآن، خلوا الفيديو يوصل لكل الناس. ده الموكب ما زال متواصل ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما زال الموكب متواصل، ما يزال الموكب متواصل. ده الموكب الآن موكب بحري. إذن الآن وصول موكب بحري وأعداد خرافية ما شاء الله، أعداد خيالية الآن نراها. إذن وصول ثوار وكنداكات بحري كويس، لجان مقاومة الكدرو الآن يهود الموكب. إذن خليه أنزل أنزل دقيقة. إذن الآن ده المشهد، الموكب ما زال مستمر، ما زال الموكب مستمر الآن، ما زال الموكب مستمر يا جماعة ما شاء الله. يا هودة يا جماعة الموكب، السلام عليكم. دقيقة، ده ما زال الموكب. والله ما شاء الله يا. هذا الموكب، ده موكب واحد يا جماعة، ده موكب واحد بالآلاف الثقيلة الآن، وصل دعما للقيادة العامة الآن، دعما للثوار والكنداكات، موكب بثواره بكنداكاته الآن وصلوا، وده عمل كبير وطني من الشباب اللي جاء بيلبس النداء الوطني في داخله، ورأى انه يجي يعتصم الآن، لذلك الوعي بقى كبير يا جماعة برضو. يعني الموكب ده لاحظوا أكثر من 3 4 5 دقائق ما انتهى، موكب واحد. هناك الكنداكات بيطلقن الزغاريد، عشان كده قلت لكم اي زول يعمل شير للفيديو، اي زول يعمل لايك، عشان المغترب البرة ده الاكثر زول قلبه نيضان ده، والمغتربه اللي برة القلبها محروق دي على الوطن كويس، يشاهدوا الحاصل. ده موكب انا اعتبر انه تاريخي في ظل الظروف ان احنا بنمر بها الان دي كويس، في ظل الظروف ان احنا بنمر بها الان دي. طيب نحن الآن متواصلين الآن في التغطية، الموكب الآن الكلام ده اللي هو جمع الاستاد الشرقي هنا جامعة الخرطوم كويس، ملعب الشرقي. و يا سوار بحري قدام قدام كويس، دي اللقطات دي الآن، اللقطات دي يا جماعة دي لقطات استقبال، دي اللجان المنظمة الآن بتستقبل في الموكب، بالإضافة للثوار اللي كانوا على ميمنة وميسرة الطريق من الموكب، بدأوا قبل الموكب ما يبدأ كويس. الآن مناطق كثيرة جدا متوقع فيها، متوقع منها الآن وصول مواكب في هذه اللحظة، متوقع وصول مواكب أخرى تزيد من الحس الوطني والثبات على الحق على أقل تقدير كويس، الثبات على الحق على أقل تقدير. وهناك أخونا أبو الدهب شغال لايف، وكمان أبو الدهب سلامات، موكب عظيم كويس. إذن الآن نحن منتظرين كويس كويس، أي ما هنا. طيب إذن الآن
المشهد بيقول انه دي ثوره بتاعت وعي في المقام الاول، بيقول انه دي ثوره بتاعت انتزاع للحقوق بشكل واضح كويس. الكلام اللي صرح به المجلس العسكري قبل شويه كان ما مقبول تماما، وفيه وش واضح جدا بتاع معاداة للثورة وللثوار. وأنا زي ما قلت لك سبحان الله، يعني الضابط اللي بيجي بيتكلم لك عن إنه الثوار يعني هسي في المؤتمر الصحفي، والله موضوع مزعج خلاص. يعني الضابط اللي بيجي بيتكلم لك عن إنه الثوار خربوا، الثوار انحرفوا عن السلمية، أنت مالك ومال السلمية؟ أنت وكيف كان المواطن ده بموت كنت قاعد تجيف معه؟ هل يوم من الأيام قررت إنك يا أخي تجيب موقف وطني ولا موقف إنساني للأرواح اللي كانت بتزهق؟ أنا بتكلم عن الضباط اللي قبل شوية كانوا بيقدموا في التقارير، هل هسع كانوا بيقدموا التقارير الملفقة والتقارير المكذوبة على الصور؟ كويس الكلام ده قدام، سلام عليكم قدام. كويس الكلام اللي كان حاصل واضح إنه فيه تعدي على الثورة، فيه تجني على الثوار. يمكن الموكب بمروره الآن لغاية وصولاً إلى المنصة، رغم حالة الحذر اللي هي عايشينها جميع الثوار في القيادة هنا، لكن كمان في نفس الوقت في حالة من الثبات رغم التوقعات بهجوم في أي لحظة من اللحظات، وذلك له قرائن وإشارات. كويس، والقرائن والإشارات وضحت من خلال تعامل المجلس العسكري بتصريحاته، إغلاقه لقناة الجزيرة، محاولة إسكات كثير من الصحفيين والإعلاميين، كلام يعني ده حصل خلال اليوم الليلة، خلال اليوم خطط انتهج المجلس العسكري عشان يضعف بها الحراك. كويس، الآن الثوار في تزايد في هذه اللحظة، الثوار الآن في تزايد داخل ميدان الاعتصام. الناس بتسمع على انه الناس دي كلها جايه ثابته، ما في زول متراجع. التهديدات والكلام اللي بيطلق على الاعلام في الاعلام ما مخيف الثوار في حاجه. وزي ما انا ذكرتها قبل اليوم، الناس اللي ثبتوا في اطلاق الرصاص كويس في سابق المرات ما بيغلبهم المره دي، يثبتوا ابدا ما بيغلبهم خلاص. إذا كان المجلس عنده مشكلة مثلا مع الحرية والتغيير وشايف إنه في عداء أيديولوجي بيناتهم ولا كده، نحن بنوجه من هي رسالة بنقول إنه الناس اللي بتمرك كل هذه ما هم ممرقين أمهم خلاص، ما كلهم خلاص، كثير أو غالبية كثيرة جدا بتمرق استجابة للنداء الوطني. كويس، استجابة للنداء الوطني، والدليل على كده إنه التجمع جاء نظم فقط ورتب فقط الثورة. كويس، رتب المواكب، خط الخطط الجداول، لكن ما صنعه. كويس، الشعب كان بيطلع براه، فيبقى ما يفتكروا انه الان المحرك الناس دافع حزبي، لا ابدا، المحرك الناس الان دافع وطني، دافع اخلاقي، شايفين انه جا الوقت الناس تجيب فيه كلها مع بعض. الكلام كثير يا جماعه، لو حاولنا نتكلموا الحديث حيسترسل. كويس، نحن ان شاء الله حنتابع معكم هنا من الاعتصام كل جديد وكل السلام عليكم. العفو يا اخو، الله كنداكه متابعين السعوديه وكل السعوديه، الله يخليك، ربنا يحفظك، الله يخليك، كل مكان يحتاج لك تبقلق عليك ويشفق عليك، انت الايقونه. العفو والله، رساله للثوار، انت ومصعب، الله يخليك، رساله للثوار، ابقوا 10 على روحكم، ابقوا 10 على روحكم، وابقوا 10 على الوطن، وشباب زي الورد ما شاء الله، شباب رافع راسنا، رافع راسنا، نموت واحنا مطمئنين، انا اموت وانا مطمئنه على السودان، تسلموا ومدنيه مدنيه ما تتنازلوا ابدا، وسلم سلم يا برهان، ورانا وطن عاوز بنيان. مدنيه وبس، مدنيه وبس، مدنيه وبس ان شاء الله. الله يحييك، شكرا قدام، شكرا جزيلا. زي ما قلنا يا جماعه، يمكن نحن في خواتيم اللايف، وكان هبشنا نقاط معينة اللي هي الرد على افتراءات المؤتمر الصحفي قبل قليل اللي عقده المجلس العسكري، واستهدف فيه الثوار بشكل واضح جدا في شكل الخطاب اللي كان قبل شوية، وهبشنا النقطة بتاعت إغلاق قناة الجزيرة أو إغلاق مكتب قناة الجزيرة قبل قليل، وأيضا إبلاغه للسفارات داخل السودان
والبعثات الدبلوماسية بشكل رسمي على عدم الاغتراب من أماكن الاعتصام وأماكن التجمعات والتظاهرات وكذا خلاص. فكلها نوايا وإشارات بالإضافة لتحركات كثيرة جدا مريبة وغريبة، كان للكثير الحق في أنه يسألوا الناس في شنو أو الحاصل شنو. لكن عموما الثوار الآن موجودين، الاعتصام الآن الناس قاعدة خلاص بكل الجنبات. يمكن هسه أنا في الجانب الشرقي من النفق خلاص لغاية ما نصل قبيل كنا بننقل الأعداد الأكبر والأعتى اللي هي على الساحة، لكن إن شاء الله نتواصل في النقل بعد شوية. والشعب السوداني إن شاء الله واعي ومعلم للشعوب الثورات وبيعرف انه بسوي في شنو. وتاني بقول للضابط اللي كان بيتكلم عن انه السوار قاموا بالتخريب وقاموا بالتحريك، اسأل نفسك انت دورك كان شنو. الضابط اللي في المجلس العسكري اللي قاعد يشتم السوار قبل شوية في المؤتمر الصحفي، بقول لي اسأل نفسك انت دورك كان شنو وقت الرجال نزلوا وقفوا مع الناس زي ناس محمد صديق، زي ناس النقيب حامد ديل، وقته ما نزلوا وقفوا. وزي ما قلت انه تم الاعتداء على زول من افرادك ولا من ناسك، برضو اسال نفسك ان الدماء اللي اريغت من الشعب دي ما حاره؟ ما نحن في النهايه خلاص كان القوات المسلحه يعني يقتل منا زول في النهايه دمه ما غالي مثلا؟ لا. هل يعتدى على زول نحن بنقبل؟ لا ابدا. لكن انت ليه بتكيل بمكيالين؟ ليه انك انت هناك ما سالت على المواطن لما مات، ولا سالت على الناس لما اتحرقت ولا عندك بها دخل، وهنا ده قدام مرآك هنا كغايد انت في الغوات مثل الزولة لسه قبل شوية، انا ما عارف اسمه منه ما ذاته وكثير من الناس ذاته ما عارفينه كويس. انتوا ليه بتسألوا؟ قول ليه يا اخي عن ناسكم، هو ناسكم ديل ما ناسنا ما شعبي في النهاية، ما بتفرقوا بيناتنا خلاص. نحن ما دايرين لأي زول الأذى ولا الخراب، رسالتنا سلمية وحتظل سلمية لآخر لحظة ولكل ثانية كويس، لآخر لحظة ولكل ثانية. عموما من أرض الاعتصام نحييكم، وإن شاء الله في قادم الساعات والدقائق نلتقيكم بإذن الله لغاية ما تتكشف الأحوال أكثر، وتحياتنا.